قدموا لماده الامبيدد سيستم فاينل بروجكت. زي ما احنا شايفين صممنا سياره حكمنا فيها وايرلسلي عن طريق البلوتوث. الفاليوز اللي بنبعثها للسياره بنبعثها عن طريق البورد، هذا البورد لليوزر. الفاليوز اللي بياخذها بياخذها عن طريق الكيباد، بعدين بعثها للمايكرو كنترولر، والمايكرو كنترولر تبعثها عن طريق الاس سي اي البلوتوث. الان البلوتوث ببعث الفاليو الماستر بلوتوث بعث الفاليو للسليف، السليف بوصل الفاليو للمايكرو كنترولر عن طريق البن اللي هو البن الاس سي اي. طبعا الفاليو اللي بنبعثها من الكيباد بتوصل على البورد اللي هنا، بحيث انه يطلع الفاليو اللي بنحطها في الكيباد. يعني مثلا لو حطينا فاليو صفر راح اشوف برضه هنا الفاليو نفسها صفر. طبعا الكيباد بتحكم بحركه السياره الامام والخلف واليمين واليسار، برضه بتحكم بالزمور، برضه عندنا غمازات. وشغله كمان اضافيه عملناها على السياره، عندنا اللايت سنسور استخدمناه بحيث انه اذا عتمت الدنيا يشغل الليد الاماميات للسياره. خلينا نشوف تجربه صغيره. راح نحرك الان العجل باتجاه اليمين، راح يطلع لنا زي ما احنا شايفين، راح نضغط على البورد هنا، راح نضغط على البورد هنا زيد، راح نضغط رقم 9، راح يطلع لنا 9 على البورد هون. بنفس الوقت راح يطلع 9 على 7 سيجمنت ديسبلاي، راح يشتغل الغماز اليمين وراح تحرك العجل اليمين. هلا لو صورنا السياره راح اشوف، بس طلع الكيباد ايوه، هنا راح اضغط رقم 9 زي ما احنا شايفين، تحرك العجل لليمين والغماز اشتغل. برضه رقم 9 طلع على 7 سيجمنت ديسبلاي، لان رقم 9 موجود برضه على البورد الماستر. لو حطينا الرقم 8 راح ترجع العجل زي ما كانت وتطفي الليد. هذا رقم 8. لو حطينا رقم 7 راح يشتغل الشمال، راح تحرك العجل للشمال. طيب هاي بالنسبه للحركه. الان حركه الامام والخلف واليمين واليسار تحكمنا فيها بثلاث رنجات سرعه. اول شيء الحركه للامام زي ما احنا شايفين، اذا ضغطنا رقم 4 راح يكون اول رينج للسرعه. راح نشوف الان على 7 سيجمنت ديسبلاي رقم 4، لو حطينا رقم 5 راح تزيد السرعه، لو حطينا رقم 6 راح تزيد السرعه بزياده. حسب نحط 0 توقف الحركه، اذا حطينا 1 راح العجلات تتحرك للخلف، اذا حطينا 2 راح تتحرك بشكل اسرع، اذا حطينا 3 راح تتحرك بشكل اسرع. الان بنحط 0. برضه نفس الشيء لو ضغطنا الحرف بي راح يطلع لنا صوت للسبيكر اللي هو الزمور. طبعا الزمور كان موجود على السبيكر الموجود هنا، وبرضه على السبيكر الموجود على البورد تبع اليوزر. هاي بالنسبة للبورد تبعنا. ضل شغلة واحدة اللي هو موضوع اللايت سنسور. الان زي ما احنا شايفين لو شفينا، لو حطينا ايدنا على اللايت سنسور بعدين عملنا ريستارت، عملنا ريستارت للجهاز، راح يستنى شوي صغيرة ويشتغل الليد اللي هو بدو السيارة. يعني لو شلنا ايدنا عملنا ريستارت راح تطفي الليد. الشغل هون على زيرو، هون راح يكون السيارة واقفة. هلا نبلش 1، هاي رجعت ريفيرس، هاي ستوب. هلا لما نكبس 4 راح تمشي دغري، بعدين هاي اسرع هاي ستوب. اوكي هاي ريفيرس كمان مرة، هاي ستوب. هلا نشوف يمين وشمال، هاي 7 وهاي دغري، هاي ستوب. هاي الجهة الثانية سوري، هاي ريفيرس، هاي ريفيرس. وهون في عنا هاي اليمين هاي دغري بس، هاي ستوب. كامل الاشياء اللي تتعلق بسيارتنا، احنا ممكن نتحكم بالسياره مش بس عن طريق البلوتوث، ممكن نتحرك فيها نتحكم فيها عن طريق الاكس بين. لان الاكس بي فيه بس اربع بنات، بن جراوند وفي دي بي وبن للداتا ان وبن للداتا اوت. لان واحد منهم نستخدمه لو استخدمناه على البورد بحيث يكون اكسترنال للداتا، بحيث يطلع الداتا من اليوزر بورد للسياره. وطبعا توصيل الداتا نفس السلك اللي بيوصل على الاس سي اي، نوصله على الداتا الموجوده على بن الداتا الموجوده على الاكس بي،
والبن اللي بيطلع الداتا من الـ SPI على البورت تبع اليوزر، بنوصل هذا البن للـ Input Data تبع الـ XP. طبعاً بيبعثوا الـ XP الداتا لبعض بناء على الـ Radio Frequency على البورد. طبعا شلنا البلوتوث من البورد على السيارة، وبرضو شلنا البلوتوث من البورد الموجود باليوزر، ورح نبعد داتا عن طريق الاكس بي. طبعا زي ما حكيت الاكس بي ضاوية ما انت وصلها 5 فولت، ونفس الشيء الاكس بي ضاوية ما انت وصلها 5 فولت. رح نبعد رقم 9 ورح نشوف حركة العجال اللي من هي رقم 9، وهي حركة العجال طبعا تحرك اليمين، طلع رقم 9 عنا على البورد. نفس الشيء لو بدنا نحرك العجل مثلا لو ورا منك بس واحد، نتحرك اثنين زادت السرعة، وهي ثلاثة زادت السرعة بزيادة. طيب ما يكون ضفناها.